الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. طالبت رابطة مستثمري السوق العراقي للأوراق المالية البنك المركزي بإعادة الغرامات وتعويض المساهمين في المصارف التي أعلنت إفلاسها. وقالت الرابطة إن الغرامات التي فرضها البنك المركزي على المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية خلال النصف الأول من عام 2023 قد بلغت أكثر من 66 مليار دينار. واقترحت الرابطة أن يستخدم البنك المركزي هذه المبالغ في تعويض المساهمين في المصارف التي أعلنت عن إفلاسها وبدأت إجراءات تصفيتها مثل مصرف دار السلام. ارتفعت مبيعات الحوالات الخارجية في العراق بنسبة 87% مقارنة بالمبيعات النقدية في مزاد يوم الاثنين. وذكرت المصادر أن البنك المركزي باع اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الأمريكي 190 مليون و408 آلاف دولار، غطاها بسعر صرف أساس بلغ 1305 دنانير، مبينة أن معظم المبيعات من الدولار ذهبت لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات، بينما ذهبت البقية على شكل حوالات نقدية. أكدت لجنة النفط والغاز النيابية أن العراق يخسر ملايين الدولارات بسبب عمليات تهريب النفط. وقالت اللجنة إن عمليات تهريب النفط التي تحصل في مختلف المدن العراقية تكبد العراق خسائر بملايين الدولارات، مضيفة أن عمليات التهريب تقف خلفها عصابات متورطة فيها جهات وشخصيات متنفذة. وكانت الوزارة الداخلية قد أقرت في شهر آب الماضي بضبط نحو 500 صهريج وملايين اللترات المهربة من المشتقات النفطية. تزعمت الولايات المتحدة الأمريكية دول العالم الأكثر استهلاكاً للنفط الخام عام 2022، وذلك بحسب إحصاء أصدرته شركة إيني النفطية الإيطالية، فيما حل العراق بالمرتبة الثالثة عربياً. وأظهرت شركة إيني أن الولايات المتحدة جاءت على رأس الدول في أكبر مستهلك للنفط عام 2022 بمقدار 21 مليون برميل يومياً، تليها الصين مباشرةً بمقدار 15 مليون برميل، ثم الهند بالمرتبة الثالثة بمقدار 5 ملايين برميل يومياً. أما عربياً وبحسب شركة إيني فإن السعودية تأتي في مقدمة الدول الأكثر استهلاكاً للنفط، ومن ثم الإمارات بالمرتبة الثانية، ويأتي العراق بالمركز الثالث بمقدار 829 ألف برميل يومياً. أكد مزارعو الدواجن في كردستان العراق أن هناك ثلاثة أسباب تدفع أسعار لحوم الدجاج إلى الارتفاع. وبين مزارعو الدواجن أن ارتفاع أسعار لحوم الدجاج الحي يعود إلى إنتاج الأمراض في انتشار الأمراض في الدواجن وكثرة الطلب وانخفاض قيمة الدينار مقابل الدولار. هذا ويتراوح سعر الدجاج الحي بين 2900 و3000 دينار، فيما كان السعر دون 2500 دينار قبل أسابيع. وقبل الختام نذكركم بأسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي وبأسعار المعادن. نهاية الموجز، دمتم بخير.